وبخصوص هذه التطورات ورد المغرب على استفزازات البوليساريو من خلال تحرك القوات المسلحة الملكية لتأمين حركة نقل البضائع وتنقل الأشخاص عبر معبر ليرغرات، كنا قد اتصلنا في نشرة سابقة بالمحلل السياسي محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية. المؤكد أن الخطوة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية هي التعبير الأمثل عن السيادة المغربية على الصحراء، وهي متناغمة مع عمل بعثة المينورسو، وطبعا تندرج في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية. الخطوة كما أكد البلاغ ليست لها أهداف قتالية، لكن المملكة المغربية تقبل على مرحلة مطبوعة بدرجة عالية من اليقظة والقطع مع عدم اليقين الذي كانت تهدف إلى خلقه جبهة البوليساريو بالمنطقة. ولذلك فبدون شك ستكون لهذه الخطوة عدة مهام، من بينها فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، ووضع حد للاستفزازات واللغط والممارسات التي ارتكبت ضد الأمن الإقليمي وضد الأدوار التجارية للمعبر وضد الأهداف الإنسانية له، وكذلك ضد مواطنين يقومون بأنشطة من موريتانيا والمغرب ودول غرب إفريقيا. هذا الإجراء بدون شك سيضع حدا للاستهداف الممنهج الذي تقوم به جبهة البوليساريو ومن يدعمها عبر ضبط عملية الانتشار والإمداد في المنطقة. وبالتالي فهذا الإجراء يعكس حقيقة الإمكانيات الهائلة للقوات المسلحة الملكية في الدفاع غير المتماثل. هذه الخطوة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية كانت مفاجئة وحملت أخبار غير سارة للقيادة جبهة البوليساريو، لكن بدون شك سيتفق العالم وسيتفق المجتمع الدولي وستؤكد الإرادة الدولية على أن ما قام به المغرب يهدف إلى حماية السلم والأمن في المنطقة، وكذلك يسمح بجعل المعبر منفذ إنساني وتجاري من أجل تنمية المنطقة. وكذلك في نفس الوقت المملكة المغربية تؤكد عبر هذا الإجراء الموقف السيادي المغربي الذي عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة بشأن مغربية الصحراء. نعم. سيد بودن، لماذا حرصت القوات المسلحة الملكية برأيك في بلاغها على التأكيد بأن وضع حزام أمني ليس عملا عدائيا أو هجوميا؟ بطبيعة الحال هذا تأكيد على الهدف الأساسي للمعبر، وهو أن المعبر معبر القرقرات هو معبر تجاري، معبر إنساني، وأيضا هذا يقطع الطريق على التأويلات والسيناريوهات الخيالية التي تبنيها قيادة البوليساريو من أجل جر المغرب إلى ما تريده بعض الأطراف، والتي تريد أن تجعل من المنطقة العازلة ومنطقة القرقرات كمنصة متقدمة للمعركة. وبالتالي فالمملكة المغربية صحيح ستكون مستعدة للرد على أي استهداف لمصلحتها ولأمنها السيادي، ولكنها لن تكون صاحبة الطلقة الأولى. سيد بودن، بالموازاة مع بلاغ القوات المسلحة الملكية هناك بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أيضا، ونقرأ فيه أن المغرب قرر التحرك في احترام للسلطات المخولة له وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية. كيف تقرأ هذه العبارات؟ المملكة المغربية بطبيعة الحال تحافظ على المسار السياسي لعملية التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، وطبعا تحترم في هذا الإطار قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات منذ سنة 2007
وأيضا نؤكد على القرارات منذ سنة 2016 وآخرها القرار 2548. وبالتالي فالمملكة المغربية رغم يقينها بأن جبهة البوليزاريو تقود عملية السلام وتقود العملية السياسية، إلا أنها بطبيعة الحال تترك للترسانة الدبلوماسية أن تقوم بعملها في نفس الوقت وفي نفس بشكل موازي مع العمل على المستوى الميداني. وبالتالي فالمملكة المغربية لن ترتهن بالمسار الأممي، وإنما ستقوم بممارسة سيادتها على أرضها بشكل تام وكامل.